بسم الله الرحمن الرحيم، ازيكم؟ عامل ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعرفكم طريقه اخذ المقاسات. اول حاجه هنجيب المظره بتاعتنا زي ما انتم شايفين كده، بيبقى فيها واحد اول حاجه سنت، 2 3 4 لحد 150 سنتي، والجهه التانيه برضه بيبقى فيها نفس الكلام زي ما انتم شايفين كده اهو، دي 150 هنا وهنا رقم 1 2 3 4 5 اهو، واضحه قدامكم اهي. اول حاجه بنعملها زي ما انتم شايفين، اول حاجه بنمسك المزار من فوق اهو، بنجيبها من ايه؟ مش من هنا، من عند الرقبه بالظبط من فوق. شوف حطت ايدي فين، عشان لو المزوره نزلت في نص الكتف هتبقى غلط. لو هنا غلط، ايوه هنا صح كده، صح في نص، فعند الكتف عند الرقبه اهو، هنا لا وهنا لا كده. اول حاجه زي ما انتم شايفين كده عند الرقبه بالظبط جنب الرقبه، وتبقى في نص الصدر كده غلط، كده غلط، تبقى في نص الصدر كده على طول زي ما احنا شايفين كده، في نص الصدر بالظبط اهو. وننزل تحت تحت لحد الطول اللي احنا عايزينه، اهو كده اهو، لحد الطول لحد الارض يعني. ده أول حاجة. نعيد تاني أهو، هوريها لكم من الجنب التاني أهو، من عند الرقبة من نص الصدر على طول. لو جت كده غلط، هي في نص الصدر، تنزل لحد الأرض، تقيس من هنا لحد الأرض. واحنا المطلوب احنا هنعمله يعني، تقيسي والموديل اللي انت هتختاريه، لو كان قصير او كده احنا هنعمل حسابنا ونقصر براحتنا. وتاني حاجة اهو، بنجيبه من تحت الرابط على طول، برضو في نص الصدر اهو، في نص الصدر برضو على طول اهو، على قد الصدر بالظبط اهو. من تحت الرابط في نص الصدر بالظبط زي ما انتوا شايفين كده، وهنقسمها على اتنين يعني. ده جه معانا دلوقتي 50 أو 60، هنروح ماسكين كده أي رقم اللي هيجي، نروح قاسمينهم على اتنين، هو ده الرقم الصح. ده لو هي 50 يبقى احنا، لو هي 100 يبقى كده 50، لو هي 80 يبقى كده 40. تاني اهو من تحت الوابط على طول اهو زي ما انتوا شايفين كده، النص بتاعها هو ده المظبوط. دي الكتف الواحدة اهو، الكتف ده الواحدة من عند المنطقة اللي احنا قسنا منها الطول، هي من نفس المكان اهو زي ما انت شايف كده. دي مثلا بتطلع معانا 10 سنت أو 11، هي المسافة دي كده. ومن بعد ال11 سنت من اهو، من عند سبع كده، من ايدي ثابتة اهي، دي 11 سنت اهي، من عند ال11 سنت كده هنثبت السبع مطرح ال11 سنتي، وبعد كده ايه ده 11 سنت، هنثبت المزارع بقى من واحد من تاني. يبقى كده كام؟ ده المقاس بتاعنا بتاع الكم كده. ما احنا كده خدنا المقاس بتاع الكتف 11 سنتي، ومن عند ال11 سنت نبدأ من واحد ونعد لحد طول الكم بتاعنا 60 55 61 كده، حسب ما احنا يكون معانا الكم. قسنا مثلا 10 سنتي، هنثبت ايدينا كده، هنشيل المزرة خالص ونبدأ من رقم واحد من تاني، يعني 11، وبعد كده نحط رقم واحد ونشد لحد تحت اهو زي ما انتوا شايفين كده. ده طول الكم معانا 60 اهو، ومن عند النقطة برضو بتاع اللي احنا قسنا منها الطول والكتف اهو، هنقسم منها الوسط ونرجح ان احنا مثلا ايه، البنت اللي مثلا اللي هتعمل فستان مثلا لوسط وكده، تكون لابسة فستان مظبوط عليها وتقيس عليه، تكون لابسة كده وتروح حاطة المزورة، حد يقيس لها في البيت، وتروح حاطة المتر بتاعها كده
وتقيس، عشان سقوط الصدر ده بيبقى مظبوط عليها، هي تقيس عليه بالظبط. وبعد كده الوسط بتاعنا اهو، ده بيتقاس بالظبط كده زي ما انتم شايفين، وبرده بيتقسم على 2. طلع معانا مثلا 45 بنقسمها على 2 يبقى 22.5، طلع معانا 40 على حسب ما يكون معانا بقى، طلع 80، طلع 100، بنقسمها على 2. وبعد كده بنقيس، دي مقاس والوسط مقاس والهنش له مقاس تاني اهو، على اعلى منطقة في الجسم من تحت بنقيس عليه. على منطقة في الجسم من تحت كده بنقيس عليه، هنا لا، ايوه هنا كده اعلى منطقة في الجسم، بنقيس عليها كده اهو. نجيب معانا مثلا 80 سم، 90، 100، على حسب اللي هتجيب معانا برضه، ونقسمه على 2. ده واحد ودي 2، والهنش هنا التاني من أعلى منطقة من تحت. زي ما انتم شايفين كده اهو، بنقسمها على 2 بالظبط. دي المقاسات. في حاجات بقى بتزيد، يعني مقاس الصدر بيزيد عندي وانا بقص، ومقاس الهنش بيزيد عندي وانا بقص، بس انا بعرفكم ان انتوا تاخدوا المقاسات دي، دي بتاع العملاء، انما دي مقاسات، دي مقاسات اساسيه، يعني العملاء هتاخدها بعد كده، انا وانا بقص بزود عليها. وده الظهر من ورا اهو، من عند الكتف من هنا ومن هنا، في بتبقى عظمه هنا وعظمه هنا اهي، بناخدها من عندها، بيبقى مثلا معانا 40، 38، على حسب بقى المقاس الظهر اللي معانا. انا هقول لكم المقاسات من تاني على السريع كده، ركزوا معايا. اول حاجه بناخدها الطول من عند الكتف اهو، نقطه الكتف بالظبط في نص الصدر على الارض، وتاني حاجه من تحت الهبط كده اهو في نص الصدر بالظبط، وبنقسمها على 2. الطول بتاع الطول كله الاساسي، اول واحد خدنا مقاساته بيتكتب 140، 150 زي ما يكون، انما المقاس بتاع الصدر بيتقسم على 2، والكتف اهو بيتقاس لوحده مثلا 10 سم او 11 سم، ومن عند ال 11 سم بنبدا واحد من تاني، 1 و2 و3 لحد ما نشوف طول القمه معانا 60، 55 بيتكتب. ده الطول اول حاجه، وتاني حاجه الصدر، وتالت حاجه الكتف، ورابع حاجه طول الكم. وده المقاس الخامس اهو، بيتقاس ويتقسم على 2 زي الصدر بالظبط. وبعد كده المقاس بتاع الهنش برضو يتقسم على 2، ان العلامة بتاعتنا وراح قسمناها على 2 كده.
واخر حاجه الكتف بتاعنا. وبكده يا رب الفيديو بتاعنا يكون عجبكم. بس قبل ما نقفل الفيديو ما تنسوش الاشتراك في القناه واللي عجب الفيديو وتفعيل زر الجرس ليشاركم كل جديد ان شاء الله. ولو في اي حد ناقص اي حاجه يعرفني وانا تحت امره في اي وقت. وباي باي.